انت لما تجي ترسم يحتاج لك سطح، اي سطح كان، اذا كان حائط، اذا كان قماش، نستخدم عاده بالفن التشكيلي نستخدم الكانفاس وبقيه الادوات اللي هي الفرشه والسكين، وحسب يعني شغل الفنان هو نفسه، فيعتمد على الفنان شوف شو يشتغل، يا اما فرشه يا اما سكين، والالوان يا اما اكريليك او زيتي. يعني انا بالنسبه لي اغلب اعمالي عن طريق الروايه او عن طريق كتب اقراها والخص مئات الصفحات من الروايه واجسدها على عمل فني، تكون مترجمه عن طريقي انا بالواني وبفرشتي بس عن لسان الكاتب. عندي عمل كلش عزيز علي اللي هو عن كتاب شقاوات بغداد، طبعا هو كتاب كلش حلو كلش جميل. يعني اللوحه اعتز بيها لان صراحه احسها عندها نكهه فلكلورية. عندي رمز الكورونا C19، وعندنا هنا خليت الناس انه الناس سواسيه بكل الناس، انه ما عندنا الفرق بين ابيض ولا اسود و الى اخره، كلهم معرضين لهذا المرض. وحبيت هنا اجسد الظاهر اللي شفناها بهاي الواقعه، انه كورونا انه المريض يعاملوه كانه هو سجين او هو مع يعني مسوي 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 فت شغله او متهم، مع العلم هو مريض، يعني قد يجوز انه اني انصاب، اي احد ينصاب بهذا المرض.